الله الرحمن الرحيم. تحية الحق والعروبة. نأخذ من عنوان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، المكتب الاستثنائي، المكتب الطارئ المنعقد في مصر، لا للعدوان التركي على الأراضي العربية السورية. هذا العنوان يحمل مضمونا قويا، يحمل مضمونا قوميا، يحمل مضمونا عربيا. انتفضت به مصر، ونادت به مصر، ونادى به الأستاذ سامي عاشور نقيب محامين مصر رئيس الاتحاد، اتحاد المحامين العرب، لأنه شعر بخطر داهم على القومية العربية. يجب أن نعرف جيدا أن عدوان تركيا على شمال سوريا من أجل مقدرات وثروات سوريا، وهذا مخطط صهيوني أمريكي تنفذه تركيا. يجب أن نعرف أن عندما ظهر بترول واكتشف بترول في الشمال، هبت تركيا لتنفذ ما سطرته أمريكا، وهو يعلم جيدا أن هذا العدوان عدوان آسي. يجب وكل المواثيق الدولية وكل الأعراف الدولية وكل الاتفاقات الدولية يحق للجهة المعتدى عليها أن ترد هذا الاعتداء بكافة أنواع الأسلحة المقررة والغير مقررة في القانون الدولي. أنا مع الزملاء الذين نادوا بأن يكون هناك خطاب من اتحاد من مكتبكم هذا للخارجية المصرية بطرد السفير إن كان هناك سفير لتركيا في مصر. نبدأ بنا، نبدأ باتخاذ قرار جريء بطرد السفير وطرد كل الممثلين الدائمين في اتحاد المحامين العرب، أن ينفذوا وأن يقرروا بقطع العلاقات وطرد السفير من كل دول الأعضاء في اتحاد المحامين العرب. كما أؤكد يجب أن تقام هناك دعوة عاجلة أمام المحاكم الجنائية، لأن هذا الاعتداء اعتداء غاشم، اعتداء دون سند له من القانون أو المواثيق الدولية التي تنظم الاعتداء على أرض دون مقتضى. آخر حاجة، كما أحب أن أقرر مقاطعة كافة المنتجات التركية داخل كل الدول العربية. أنا أتمنى لمكتبكم هذا التوفيق والوصول إلى مقترحات وتوصيات تأخذ في حيز التنفيذ وتكون توصياتها ملزمة لكل أعضاء الاتحاد. أشكركم.